السلام عليكم مشاهدينا الكرام، واهلا وسهلا بكم. وهذه حلقه جديده من برنامج بخدمتكم. مشاهدينا الكرام، اليوم حلقتنا راح تكون حلقه خاصه بقضيه جدا مهمه تمس قوت المواطن العراقي وايضا رفعه هذا البلد، الا وهي الصناعات العراقيه. عنوان حلقتنا هذا اليوم: موت سريري يغيب الصناعات العراقيه. كثير من الناس يتساءلون دائما وين صناعتنا؟ ليش كلها نستورد؟ وصل المرحلة نحن أهل التمور ونستورد تمور، نحن أهل الخضروات ونستورد خضروات. البعض يعزو السبب إلى أن هناك أيادي مملوءة بالفساد هي وراء هذا الموضوع، والبعض الآخر يعزو السبب إلى فشل حكومي بإدارة ملفات هذا البلد. نحن وياكم سنشاهد تحليل دقيق جدا لهذا الموضوع وآراء من مختصين حتى يتبين لنا ما هو حال الصناعات العراقية، وهل من الممكن أن تدخل في غرفة الإنعاش ومن ثم تصحو هذه الصناعات، أم تبقى حبيسة الموت السريري. مرحبا بجميع الترحيب بالسادة الضيوف: الأستاذ علي صبيح الساعدي، رئيس اتحاد صناعات العراق السابق ونائب رئيس منظمة العمل العربية سابقا. مرحبا بك أجمل الترحيب أستاذ علي، شكرا جزيلا لحضورك. الله يحفظك أستاذ علي. وأيضا نرحب أجمل الترحيب بالدكتور مهند العماري، خبير اقتصادي. أجمل الترحيب دكتور. أهلا بكم دكتور. شكرا لحضورك. شكرا لك. نبدأ بالسؤال التقليدي: كيف يرى الأستاذ علي الساعدي صنع في العراق؟ شكرا لحضرتك، وشكرا لقناتكم الموقع، وشكرا لضيفك الكريم دكتور مهند العماري على هذه الفرصة. حقيقة دكتور، الصناعة مثل ما أشار عنوان البرنامج، حقيقة هي ميتة سريرة، لكنه الصناعة تحتاج إلى إرادة، إرادة سياسية حقيقية بتنمية الصناعة الوطنية، بتمكين الصناعة العراقية. والموضوع مصعب جدا أبدا لو أكو التفاتة، لكن حقيقة منذ 2003 لحد اليوم لم تكن هناك إدارة حقيقية لتفعيل الصناعة الوطنية. يعني فتح السوق على مصراعيه، عدم فحص المستورد الأجنبي بشكل دقيق، دخول البضائع بأي شكل من الأشكال، أصبح عدم ما يمكن الصناعة الوطنية أن تنافس. تعرف إحنا اليوم عندنا دول إقليمية محتردة على السوق العراقي، لأنه غياب الصناعة الوطنية خلاها تجي، صرنا أصبحنا حقيقة مكب نفايات لصناعات رديئة من كل دول الإقليمية والدول الأخرى للعراق، لأنه ماكو تفعيل للجمارك بشكل حقيقي. يعني الجمارك صح اكو قانون صار ب 2010، لكنه حتى الاحتساب التخميني للسلع اللي تجي كلش قليل، ما يقدر ينافس، يخلي المنتج الوطني ان ينافس. يعني حتى اكو اسعار يحسبوها على اقل من سعر البورصه، وبالتالي يعني شلون راح اقدر انافس المنتج الجاي؟ زائدا المواصفات اللي تجي، يعني مثلا اعطيك مثال، الالبان يجي اكسباير مالته 3 شهور، صح، والاكسباير بالعراق اسبوع، فليش ما اخلي ذاك اسبوع حتى ما يقدر يلحق ويجي وحتى المنتج الوطني يشتغل؟ فاكو طبيعه حقيقه هي انه اكو سلسله من جميع الدوائر وجميع الوزارات تحاول على تمكين الصناعه العراقيه، لكن هذا ما يحصل حقيقه، لانه مثل ما اشرت حضرتك هي يعني مثل ممزوجه بين اكو ناس مثل الصناعه تهوى التجاره وهذه شغله سهله، وبين ناس انه ما عندها اصلا اهتمام وادراك انه الصناعه الوطنيه هي تساهم بالسلم الاجتماعي. يعني اليوم انا من ادعم الصناعي، مو ادعمه لذاته وانما ادعم البلد، لانه هذا اللي راح يوفر لي فرص عمل ويوفر لي منتج وطني، راح يكون ما ادخل في ازمه. يعني تعرف انت اليوم في 2014 من دخلوا الدواعش الظلاميين انقطعت الحدود بيننا وبين تركيا وبين الاردن، ايضا قالوا تعالى قطاع خاص تقدر توفر لنا. فإذا أنت إذا عندك صناعة ما تحتاج حتى لو قطعت الحدود. اليوم
بعدها وراها صارت الجائحة. أيضا أكو منتجات بعض الدول قامت ما تسمح بتصديرها لأنه أكلتها إلى بلدها. على سبيل المثال كندا قامت ما تسمح بأدوية تصدر إلى أمريكا وغيرها اللي تدخل بالأشياء اللي تفيد الجائحة. اليوم وجه الوقت الحاضر صارت الحرب الأوكرانية الروسية أيضا راح نتعرض لها أزمة. بالوقت اللي إحنا كلكم تعرفون تجد أراضي فارغة أدوية بالعراق. يعني لو تبارع التعداد السكاني يجي على نسبة جدا بسيطة من الأرض. إذن ليش ما أكون أدعم هذه الصناعة بحيث أنه أوفر إنتاج محلي ما أعتمد كله على الاستيراد. أولا راح يخلق لي دولاب يبقى بداخل العراق بضاعة موجودة عندي من الصوغ. وهسه اليوم صدقني حتى القمح لو يجي أكو دول بعد ما تقدر تصدر. الهند حضرت تصدير الحبوب. فإذا على البلد المفروض هو مو لأنه عنده نفط هو متونس يجي يطلع النفط من الأرض وبعدين يستورد كل شيء اللي نلبسه والناكله والمشربه كله مستورد. هذا العملية ما مهتمين بها. زائدا أهم نقطة حقيقة أنه القطاع العام ينظر للقطاع الخاص وكأنما هذا سارق. صح. وبالتالي ما نؤمن أنه هذا من ينميه أنه حتى يوفر فرص عمل. ممكن الدولة كل تعين كل الناس بكل عائلة ما يوجد شيء زي ما أدو فكرة التكاملية أبدا ولا أجهو أنه يقول لك هذا. يعني أحكي صراحة أكو عداء بين القطاع العام والقطاع الخاص. يعني أنا شفت موظفين يقول شيء يعني أنا أعطي مليارين وثلاثة وأربعة قرض وكأنما هو مطيها منحة. لا أتحدث عن هذا القرض الصاد على حسن يعني إجابة ممتازة موجزة. دكتور محمد يعني هل تتفق مع هذا الطرق بأنه فأنا مثل ما تفضل الصاد علي بأن الصناعات لا توجد هنا خطط استراتيجية لا توجد هناك متابعات حكومية. أنا هذا الموضوع يتحمل الشقين شق سياسي وأيضا شق حكومي. فأنت كيف ترأيت كأكاديمي وضع الاقتصاد بالعراق أو الصناعة في العراق؟ تحية لكم ولجميع مشاهدي قناتكم ولجميع أهلي في العراق وإلى الأخ الكريم والكبير الأستاذ علي. الصناعة هوية الأمة وهوية الدولة هي الصناعة. أمريكا لا توجد لديها تاريخ تفتخر به وإنما تفتخر بصناعتها للفورد ولشوفرليت. وشوفونها بالأفلام دائما تعرض لك دائما بحجة أو بحجة تطلع لك علامة فورد أو شوفرليت. إذن هوية الأمم الصناعة. من مقومات البلد زراعة وصناعة. الصناعة بها شقين مهمات صناعة إنتاجية وصناعة تحويلية واثنين مؤتيات في العراق واثنين متوفرات كل المقومات العلمية والأكاديمية متوفرة بالعراق. إضافة لذلك الصناعة في العراق كانت سابقة كل الدول العربية. احنا بالأربعينات لدينا صناعة بالأربعينات في العراق لدينا صناعة في الخمسينات لدينا صناعة وصلت أوج عظمتها في السبعينات عندنا صناعة وكنا نصدر. اليوم احنا الصناعة تحتضر حتى يعني موت سريري كلمة رؤوفة بها أعتقد ماتت. يراد أن نجيب ابن الصناعة ونرجع ننمي من جديد بالتعاون مع الصناعيين القدامى والشرفاء. حتى القطاع الصناعي اليوم اللي موجود الحقيقي مغيب مثل الأستاذ علي ومجموعته وأنا قريب عليهم. القطاع الصناعي المرتبط بجهات أخرى هو من يقود الصناعة. لذلك حتى الصناعة اليوم أصبحت عبارة عن مشاريع وهمية وقروض وهمية ولا يوجد على أرض الواقع مما أزاح الصناعيين الحقيقيين. أراضي موجودة مصانع الدولة المعطلة هاي المترامية الأطراف اللي ممكن أن تستعين بالقطاع الخاص وتسويها مختلطة والدخل الشريك. شوف أستاذ دكتور حازم بالدول العالم الاقتصاد يطير بجناحين قطاع حكومي وقطاع خاص. النظام الرأسمالي تحول جذريا إلى القطاع الخاص والرأسمالية المتوحشة وبعدين هسه بدأت الرأسمالية المعتدلة اللي تؤمن بتدخل الدولة بسبب الأزمات من الأزمة العالمية الكساد العظيم بدأت وانتهت بالأزمة الأمريكية بال 2008. إذن في كل بلد بالعالم البلد الذي لا يزرع ولا يصنع هو في مهب الريح ونحن الحمد لله والشكر لا نزرع ولا نصنع. إضافة لذلك غياب الدعم الكامل مو بس غياب الدعم الكامل محاربة الصناعي في العراق. هسه يا ريت ما يدعمونه يا ريت ما يحاربونه ضرائب استقطاعات فلوس كهرباء ما موفرين له اللي هي عصب الصناعة الكهرباء غاز الغاز اللي هو مهم جدا في الصناعة في كل دول العالم. نعم احنا ما عدنا الصناعي لا قطعة أرض تمنح إله. شوف المستثمرين بالسكن وغيره وهاي اللي تابعين لجهات معينة شوف التسهيلات لهم.
لا دينار صناعي مدعوم للصناعي، لا تقنين بدخول المواد والتجارة، التاجر إلى كل الحرية يجيب ما يجيب، غياب جهاز التقييس والسيطرة النوعية تماما. زين، إضافة لذلك بعض الدول سوت دكتور هذا مو من ضمن غسيل الأموال يدخل؟ هذا اللي يحكي عليه استاذ قال ما نخلي دولار يطلع، هو لو عندنا صناعة ودولار ما يطلع صح. ما راح يقدر يطلع الدولار مالتك في غسيل طبعا. أموال هي عملية تكاملية. شوف النهوض بالقطاع الصناعي لا يمكن أن يكون في الصناعي بمفرده ولا يمكن أن يكون في وزارة الصناعة، تكاملية. أنا وين رت أوصل فكرة؟ رت أوصل على غياب الدعم الكامل للصناعي، أراضي شاسعة، هاي النهروان عندنا ومعامل متروكة أكل عليها الدهر. طبعا بالمناسبة من المعيب اليوم النظام السياسي ما عنده عذر، وكل السياسيين لأنه كلهم اشتركوا في إدارة وزارة الصناعة وفي إدارة الملف الصناعي. 19 سنة رقم كبير أستاذ حازم، عقدين من الزمن في إدارة دولة، عقدين من الزمن لا نهض بصناعة لا نهض بزراعة، تمر نستارد مكان من علبة، ما عندنا التكنولوجيا الحديثة، خطوط الإنتاج أستاذ علي اللي يروح يجيب له خط إنتاج حديث أقسم بذات الله يعجز ويترك بالروتين والبيروقراطية والرسوم والضرائب، وهذا كله أنت ويرحق الوقود هذا الوقود الأسود صعدوه سعر اللتر كذا، معامل طابوق وقفوها كلها. يعني أنا ما أعرف أنه صانع القرار سواء السياسي أو الصناعي شلون دي يفكر. يعني أنا من أصفن وأجلس أنه أباوع يعني الصناعة وين، حتى المعامل الحكومية المعامل كلها معطلة. يعني هاي العدنة عدنة هسه شكون من أنه كثرة التعيينات، طبعا من تحولت جماعة التصنيع العسكري كلهم حاطوا الدوائر المدنية قطاع خاص خلص، أحول الصناعة العسكرية اللي كانت عندي بحدود 60 معمل ذول أحولهم لصناعة الإنارة الدقيقة، الأجهزة الدقيقة، الراديو، الستلايت، السخان. ثاني شيء صار علي إجي أدخل يا شريك القطاع الخاص، قطاع حقيقي ومحترم، قطاع صناعي ترى بالعراق ومحترم، يعني ناس محترمين. إيش خلوه؟ عدم استقرار سياسي، يومين متعاركين بيناتهم، الأزمة المجتمعية، السلم خلاه وين يروح؟ يروح تركيا يسوي المصنع مالته، يروح بإيران يسوي المصنع مالته، يروح بالأردن يسوي المصنع مالته، يروح بدبي يسوي المصنع مالته. نفروا طاقاتنا لأن ماكو بيئة آمنة، رأس المال جبان، بيئة آمنة ماكو، دعم ماكو، تسهيلات ماكو، القروض وكأنما هي منه، أنت بطيني قرض أنا راح أسده وبفوائد، أنت ليش محمني؟ ليش هالتعقيد بالقروض وبالإجراءات؟ أنت ليش ما تدعم؟ أولاً أنا أأمن لك، ثاني شيء عندنا في شيء جداً مهم صناعتنا التحويلية، الأغذية ما نحولها، ده تفسد وتروح، زين؟ إحنا معمل تعليب تمور ما عندنا، احنا معمل طحين صفر، احنا نستار الطحين الصفر من تركه من الكويت، والله روح للاسواق تلقى مكتوب صنع في الكويت هذا الفاخر، الطحين الفاخر وغيره وغيره. انت احنا مصنع طحين صفر ما عندنا. زين انا ما اعرف، مع العلم عندنا صناعيين رائعين والله رائعين وعوائل عريقه بالصناعه، ومن عندهم هذا الرجل اللي جالس الى جنبه يعني وكان رئيس اتحاد الصناعات العراقيه. انا ما اعرف شنو الغايه، يعني انا اعرف شنو الغايه واعرف انه هذا، لكن حتى اليوم اللي يدير الدولة هذا البلد إله هسه اعتبره مملكة، اعتبره مملكة مالتك، هم المملكة تحافظ عليها على مود تبقى تدر لك، صح لو لا؟ أحسن دكتور. دكتور مهند، أنت طيات حديثك تحدثت عن القروض، وهذا طبعا راح أحول السؤال إلى جناب الأستاذ علي صبيح الساعدي. أستاذ علي، إحنا محتاجين إلى مدن صناعية، وهذا كان حلم كل مواطن عراقي، إلى رؤية أو ثقافة عامة عن الصناعة على الانتاج الصناعي. ليش ما عندنا مدن صناعيه كثير؟ الدول الاقليميه صح، ما راح اتحدث عن الدول الاوروبيه، الدول الاقليميه واللي مثل ما تفضل دكتور مهند نحن اقدم منها في الصناعات، يعني عندها مدن صناعيه وتنتج هاي السعوديه والكويت يعني حتى المي صار عندنا استيراد بالمي، يعني احنا بلد النهرين. نعم دكتور احسنت. هاي المدن تحتاج الى قروض، وانا ادري اكو اشكاليه ايضا قضيه القروض، لا الدوله تساعدكم ان تعملون على مدن صناعية كإنتاج خاص، ولا هي الدولة عاملة على إنتاج مدن صناعية وهي تمول نفسها بنفسها. أنت شنو كرئيس اتحاد صناعات سابق وأيضا تعمل بالمجال الخاص، كيف تشاهد هذه المعادلة غير مركبة؟ أستاذ هذه تدخل ضمن الموضوع نفسه اللي هي عدم وجود إدارة حقيقية وعدم وجود اكتراث. يعني وزارة الصناعة المعادلة ما اجى وزير تكنوقراط اختصاص سؤال. استاذ هي المشكله ترى ما مرتبطه بوزير الصناعه، خلينا نكون صريح وياك. المساله هذه مرتبطه كل الوزارات، يعني حتى ترى بالمناسبه حتى وزاره الصناعه نفسها تعاني من وزارات ما تاخذ انتاجها.
تفضل أن تستورد حتى بيها كوميشن ولا تأخذ من الإنتاج الوطني لأنه ما يقدر يأخذ كوميشن. المدن الصناعية قلتها طبعا الجارة إيران بصفنا عندها 750 مدينة صناعية. الله 750 مدينة صناعية وتعطى الأرض مجانا للصناعة. إحنا لحد اليوم لحد هاي اللحظة اللي قاعد أمامك آني عندنا مدينة صناعية في الناصرية واصلة 90% صار لها 10 سنين ما يكملوها حتى يوزعوها لحد الآن. عندك مدينة بالبصرة واصلة تقريبا 50% متوقفة. ودينا مدينة بالبعانة يمكن أو يعني بالرمادي هم واصلة تقريبا في 40-50%. عندنا مدينة واحدة برايفت سيكتر اللي هي قطاع خاص بالنهروان 10 سنين اشتغلوا عليها. هنا تعال شوف المشكلة. يعني أنا بقتها احترضت يعني كان سعرها $35 المتر وما يبيع أقل من 5 دوانب. يبيع البنية التحتية مو ده يبيع لك ملوك. واضح. طيب تعال أنت هالآن تدري بيش سعرها المتر؟ المتر ب65. ليش؟ لأنه صار أكو فقرة بالإقراض. طبعا مبادرة مشكورة للبنك المركزي وهاي هم شوية بيها تعليق عليها بعدين. البنك المركزي عنده مبادرة اللي هي 15 سنة اسمها فترة السداد، أول 3 سنوات إمهال عن الأصل وعن الفائدة، ويتجزأ الموضوع المبلغ على 12 سنة. ومن يأخذ في المدينة الصناعية ما ينطق ضمانات عقارية. طبعا بالحالة الاعتيادية يقدم ضمانات 20% اللي ما عنده المدينة الصناعية ويوجد بنية تحتية داخل مشروعه بنسبة 20%. يعني هو راح يحقق 40%. زين أنت ليش ما تطي ليش هالتعقيد هذا؟ ناهيك عن إنه أنا من أجي راكب ما حكيت ولا مصرف. أكو كتاب طالع من البنك المركزي بتوقيع نائب المحافظ إنه يابا إلى وزارة العدل المعنون اعتمدوا سعر السوق للعقارات الأراضي. اليوم في جر في النداف الدونم من أريد أشتري بيني وبينك حدود $250,000. طيب ليش أنت حاسب لي $50,000 قيمته؟ من أجي أحقق 20% ما أقدر لأن أنت حاسب لي $50,000. أنا أدفع $1,000,000 تتأخذ حسب بربع مليون وبالتالي ما أقدر أحقق 20%. اللي يريد يسوي صناعة يوجد حلول لو يوجد معوقات؟ لا بالتأكيد حلول. أنا اللي أشوفها هاي معوقات. من حكيت المصنع الصناعي الرجال حقه يقول هذا الكتاب ما موجه إليه، موجه إلى وزارة العدل. طيب أنتوا كلكم دولة واحدة. أنا من زمان قلتها وعدة لقاءات المفروض أكو خلية أزمة تقعد من كل الجهات تعال يا مصرف الصناعي لأنه الرجال حقه لأنه عنده آلية يشتغل بها وفق وزارة المالية. إذا خرج عنها باشر ودون نزاهة أنت ليش ما تخلي هالرجل هذا يشتغل بحرية وبأريحية؟ قل له يا بالشروط 1-2-3-4 طبقها. إحنا كدولة نقول لك يا بأحتمل سياسة السعر السوق وسهل الإقراض. لكن من تجي تشوف أنا أسأل من أجي أريد أخذ قرض لازم أحقق 20% ولازم العقارات يحسبوا على السعر التسجيل العقاري مو سعر السوق، وإذا أخذ المدينة الصناعية أدفع لي لازم $58,000 تقريبا $25,000 على بنية تحتية وما ينطيني قرض يقول لك إلا لازم أنت جايب حجة كاملة باسمك من المدينة الصناعية. وبالمدينة الصناعية يقول لي ما أنطيك إذا ما أعطيني 100% المبلغ. زين أنطيت 100% وما حصلت القرض شلون؟ هاي الإشكالية المفروض تحل. مو أنا أجي هذا يحكي لي شغلة وهذا يحكي لي شغلة. المدن الصناعية في مصر أكو مدينة صناعية برايفت سيكتر قطاع خاص أنا زرتهن حاسبين دراسة الجدوى تكلف على المطور. طبعا احنا بالمناسبة ما نحتاج مطور هسه احكي لك اياه 120 جنيه قايل لي تبيع ب 200 جنيه 201 ممنوع تبيع وبعدين انت تاخذ خدمات صح طول العمر. انا بسألك سؤال اذا دونم 1000 دونم يعني 2.5 مليون متر البنية التحتية ما تكلف $10 هل عجز الدولة ان تصرف $250 مليون على مدينة صناعية أو $500 مليون خلينا نقول 20 شركات الوزارة الإسكان اللي قاعدة وكلها بطالة مقنعة أجي أخليها تبني هذه المدينة الصناعية وتأخذها بالأقساط في مصر غير البرايفت سيكتر الدولة اللي تسويها تحسب المتر $40 مجرد ما انطيت أول دفعة للمدينة الصناعية إذا تريد نقد ب40 إذا تريد بالأقساط يحملوها 5% مجرد ما دفعت أول قسط يعطوك 80% من قيمة القرض. وبالتالي شوف مصر اللي هي إحنا قوتنا الاقتصادية أكبر من عندهم صناعة قوية جدا ويصدرون
وحتى ايدي عامل عندنا احنا وايدي عامل احنا احنا عندنا ايدي عامله شابه صح ولكن عامله بطاله موجوده بطاله احكي لك على كوريا كوريا ابتكرت دكتاتوريه التنميه دكتاتوريه التنميه شنو يعني معناها الحكومه تستعمل الدكتاتوريه في في شيء لصناعه بلدها صح كوريا الجنوبيه كانت كل شيء معناتها ب 61 كل شيء معناتها دوله تعبانه منتهي حتى الانسان الكوري يحس بالدونيه لانه عايش على المساعدات جابت انطت قروض للمشاريع الصغيره والمتوسطه بدون فوائد وجابت شركه ضامنه يتلكى الدكتور احمد يدفع عنه يتلكى علي يدفع عنه يتلكى الدكتور يتلكى عنه هذه الدوله اللي كل شيء ما كانت تملك بس الصدر الرز بال 2004 صادراتها عبرت 90 مليار دولار وشغلت 10.5 مليون انسان من مجموع 12 مليون انسان قادر على العمل الله يعني 87% من قيمه العماله زين احنا عندنا عماله وعندنا شباب ما وعندنا موارد طبيعيه جوا القاع وفوق القاع ايش قد ما تقول مجرد انه الرادله تخطط ويراد الحقيقه اللي ادري بيه ومتاكد منه انه القطاع العام ضد القطاع الخاص وما عنده نظره انه انا حتى فعل هذا القطاع الخاص اليوم انا قلت لهم بعض الموظفين في الدوله قلت اليوم انت عندك وظيفه باكر حفيدك ما يلقى وظيفه صح فما ممكن انت تتعول انه باكر تعينه بدائره واحنا سياسه انتم جيتوا قلتوا سياسه السوق ما معنى سياسه السوق معناها افعل القطاع الخاص استراتيجيه القطاع الخاص اللي ايضا وضعوها هم انه 2013 2018 احترقت لانه امور تعرفوها 2018 22 شراكه بين القطاع الخاص والعام شراكه اسمها مشاركه ولا شراكه صح البل الاستراتيجي يقول بال 2022 الى 30 لازم القياده العفو 30 22 30 هي تصير القياده بيد القطاع الخاص وين القياده القطاع الخاص لحد الان قروض بالقويره تعطي وهي مو اكو محاوله كانت خصخصه وين الخصخصه هي كل شيء مشوه سادي هو شلون انا اسوي خصخصه اسمح لي اذا مو انا اطور القطاع الخاص اسمح لي خصخصه بالقطاع العام واضح انا عندي قطاع خاص ضعيف جدا ما منه هذا القطاع الخاص من امكنه تمكين وليس دعم من امكنه بالقروض عندنا اربع قوانين اضافه للقروض ترى القروض واحده مو كافيه عندنا اربع قوانين هي حمايه المنتج وحمايه المستهلك وحمايه المنافسه من الاحتكار والجمارك الجمارك اصلا اسمها جمارك لانه ما تمكنني من المنافسه المنتجات الجاهزه جماركها بسيطه زائد الكوربشن اللي يضاف لها فما تجي اصلا فلوس للخزينه واني خسرانها زين ليش اسعار المستهلك اقل اي طبعا ها بالمناسبه دعم دولهم لهم تركيا دعم صادراتها 18% زين وطبعا هو المهم لو يصدر بدون ربح هو يربح زين انا ليش ما تعطيني دينار صناعي دينار صناعي ما معناه اليوم 1500 1450 اعطيها ب 1000 بألف وحاسبني استاذي على جبت بي وحاسبني على الانتاج يعني انا ضحك اليوم احد الصناعيين اتصل بي يقول الجمارك شوف عدم الثقه بالقطاع الخاص وال 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 والحرمنه اللي تتبعها يودون شرطي ويا السياره مال المواد الاوليه مال المعمل ب 125 الف دينار اجور يدفعها بالمعمل يوصلها للمعمل خاف يطلع بغير طريق ومن يوصل يقول له اعطيني كراميه في ورقتين ثلاثه زين بربك هو دا يريد يطلع البضاعه الا بالطريق هو بالمعمل يطلع ليش ماكو هاي الثقه ليش مو هاي ثقة بالقطاع الخاص؟ أنت يعني إحنا يقول لي النفط هو بس القطاع العام؟ لا. النفط مو بالدستور يقول ملك الشعب؟ إحنا جزء من الشعب نأخذ ودا نأخذ رواتب ودا نأخذ هبة قروض من أنط المدينة الصناعية مجانا قلت لك يعني هاي شركات الفاو وشركات غير الإسكانية من تلزم مدينة صناعية وتبنيها وأنطيها بالأقساط للصناعي شنو المشكلة شنو أعطيها المطور؟ ليش انطيها المطور ما محتاج اصلا انا اذا مطور احسن استاذ علي يعني اكو سؤال راح دكتور مهند ماري تفضل استاذ علي يقول بانه اكو يعني رخص السلعه هسه انا كمستهلك ما اروح باتجاه القطاع الخاص اللي بالعراق الموجود يبيع السلعه مثل هاي مثل جلاس يبيعها ب 2000 دينار واكو مستورد 500 فانا اذهب بهذا الاتجاه انا كمستهلك إذا دعمتك الحكومة وهذا أنا أحس شيء مستبعد إذا صار دعم حكومي لإنشاء المدن الصناعية وأنتجتوها هنا الخسارة للخاص راح يكون للدولة أستاذ دكتور حازم هي الدولة شو تسوي وظيفتها شنو
تدعم الصناعي تخليه مكان ما أن ينتج كلفة الغلاس ب 2000 دينار يخلونه ب 1000، بنفس الوقت يفرضون قمرق على ابو 500 يخليه يصعد. شوف هي قضية تصير متوازن يعني صح. أنا أدعم هو شوف إذا تعطيه أنت كهرباء مدعومة وتعطيه غاز مدعوم وتعطيه نفط مدعوم زين عيني وتعطيه قرض ميسر ينتج لو ما ينتج ينتج. ثاني شغلة أكو قضية من تبيل إحنا المراقبين الصناعيين غارقين في مشاكلهم خطية يعني الأستاذ علي ده يحكي بحرقة وبقلب. أنا اليوم أباوى إنه بعض الدول باعت منتجاتها في العراق بأرخص من سعر الكلفة لتصفية الصناعة والقضاء على الصناعة العراقية لأنه بعد ما تقدر تنافس بأقل من سعر الكلفة باعت دول مجاورة منتجاتها في العراق إلى أن قضت على الصناعة وسيطرت على السوق ورجعت رفعت. لذلك اليوم شوف أكو منتجات مستوردة إحنا ندورها أنا ما أريد فلان شيء إلا فلانية صح؟ صح وصعد سعرها إذا تحسبه في بداية دخول يمكن ضرب في 4 أضعاف أو 5 أضعاف وبدأ المستهلك أخذ لأنه شنو اعتاد عليه سيطرت على السوق. هذا سوت هنا وجهت لكمة قاضية إلى الصناعة العراقية اللي هي أصلاً تئن. اليوم مساهمة القطاع الصناعي ب 2 و2.5% يعني أكو بلد القطاع الصناعي ما يساهم به غير 2 و2.5% زين دور الدولة بشنو؟ دور الدولة يكون حامي صح؟ دحو يعمل دحو يمر بس مو أنا دحو يعمل دحو يمر على الاقتصاديين مالتي على الصناعيين مالتي مو الصناع البر اللي جاي يصرف بضاعة وبضاعة تعبانة جدا لإنجاز التقيس والسيطرة النوعية شوف غير مفعل وحدة من غير مفعل لا لا هو حتى وإن كان مفعل ظاهرا شوف أستاذ دكتور حازم أنت ابن البلد وأنا يعني تدري إحنا كنا أو ولدي البلد ما جينا استيراد من برا ولا عايشين بلده ولا عنده جنسية مزدوجة. اليوم الفساد وكل مؤسسات الدولة تعاني من هذا الشيء. التجار والتاجر العراقي اليوم أصبح بقضية مهمة جدا. التاجر العراقي كل همه الربح طبعا هو احنا نريد يربح التاجر العراقي هم جزء من المنظومة لكن لا يربح على حساب المستهلك ورحب ربح فاحش على حساب الصناعي. يجب أن يكون توازن هناك بين القطاع التجاري والقطاع الصناعي والقطاع الزراعي ومو بس وزارة الصناعة معنية وزارة النقل معنية تعبيد الطرق معني تصدير عملية التصدير وتسهيل عملية إخراج المواد من الجمارك العراقية وتصنيع داخل العراق وتصديرها منظومة متكاملة نعم هو منظومة ثاني شيء اليوم مشكلة الصناعة في العراق تحتاج إلى مجلس صناعي أعلى. شنو هذا المجلس الصناعي؟ هذا اللي تفضل علي الأستاذ علي قال أبو الصناعة نفسها هم يعاني هذا بي صاحب قرار بي من وزارة المالية ممثل وبي من شكو وزارة متعلقة بالصناعة من الكهرباء بي ممثل من النفط بي ممثل هاي تقعد حلقة على مود من تنطرح مشكلة أبو المالية يعالجها من جانب المالي أبو الكهرباء يعالجها من جانب الكهرباء شلون يقدر يدعم هنا يلا ينهض. صدقني الحرب على الصناعي حرب رهيبة اليوم ما يدخل في معاملة إذا ما يدفع 4 أضعاف سعرها على اي قرض اذا ما يدفع والسماسر او غيرها او الامور الاخرى اللي ما اريد انه نتطرق لها بشكل كبير. لكن خلي اجي اضرب لك مثال بسيط على مدينه نيوم الصناعيه في السعوديه. اطرقت على المدينه الصناعيه انا كلش احب المدينه الصناعيه ليش المدينه الصناعيه والمدينه الصناعيه تستطيع انه تشغل لي خلال سنتين في العراق اذا قدرت تستطيع ان تشغل لي 5 مليون عاطل عن العمل. تدري هاي 5 مليون من اجيبه من الشارع قاعد هذا ما عنده لا فلس ولا دينار بيدور مشاكل قاعد في مناطق تعبانه يريد له هذا حتى من هو منحرف من راح اشغله للعمل مشاكل اجتماعيه اشغله بعمل كبير من الصبح الى الليل ويستلم ايراد محترم نهايه الاسبوع حتى اذا يريد يروح يسهر به بدون اذيه الاخرين صح؟ هذه باوروبا هسه موجوده. المدينه نيوم الصناعيه اللي أنشأوها السعودية في 21 اللي بدأت هسه تكمل بها المجمعات السكنية وبعدين يبدون للألفين وثلاثين هذه المدينة الأولى في الشرق الأوسط اللي يدخلها التاجر أو شيء لا يجد شيء في العالم ما موجود بها أو مصنع بها. شوف الرؤية من تكون الرؤية صحيحة وإحنا اليوم على قرض تطي وكأنما أنطيت القرض تعليمات البنك المركزي جيدة ممتازة تعالي للتطبيق للتنفيذ. تكلم زميلي عن الإدارة والإرادة الأهم من الإدارة هي الإرادة صح. القطاع هي الصناعة معاملها قاعدة هي معاملتها ما مشغلتها. اليوم يجيني واحد يقول له ما بي خير لهلا ما بي خير للناس أنت القطاع العام ما مشتغل مصانعنا ما مشتغلة. اسمع الأقوى إنتاجنا الصناعي في من الإطارات وغيره
ولا دائرة تتعامل وياه، ولا دائرة من دوائر الدولة تشتري من القطاع، من قطاعنا، مو فرضوا عليهم واجى كتاب وليحاسب ويخالف. صدقني لو تروح تطلع الوصولات والمشتريات لكل وزاراتنا تلقى يمكن 10% يشترون المنتج الوطني. هسه واحد يعترض يقول لي يا دكتور المنتج الوطني مو بكفاءة المنتج المستورد. كلام جدا سليم. اولا انا اليوم من ادعم الصناعي راح ينطيني منتج يفي بالغرض. واحد هذا علم اخليه للطبقه الوسطى اللي انا اصلا مشغلها اللي راح يعود النفع عليها. انا حتى لو الدوله تخسر في تشغيل المصانع هي رابحه من امتصاص البطاله، بقله الجريمه، بقله الفساد، بقله تهريب العمله. بس انا وين اقول، فانت ايش يبقى اللي يريد الله راسقه واموره زينه. المنتج المستورد افرض عليه جمرك عالي، اخليه لاصحاب الدخل العالي، هذا يريد يشتري منتج واضبط عليه جوده عاليه ماركة. يبقى نعم هسه في كل الدول العالم اكو منتج محلي بسعر مناسب مدعوم، واي منتج مستورد اكو منتج يضاهي. احنا وين مشكلتنا؟ يعني نجي حتى الصناعي يخاف يجازف. شلون يخاف يجازف؟ اليوم منعوا يابا احنا عندنا البان، اليوم اكتفينا من الالبان المصنعه داخل العراق، ماشي بدينا نتجه للسوق بقرار، بصفقة، بواسطة، بغيره، شو سميها هناك انفتح استيراد الألبان. هذا شو أبو المعمل كسر ماكو ضمانات، أبو الدجاج، أبو عملية المجازة. هناك هو منتج وموقف سقف مالته وعلى هذا السعر معين، وهناك بجرة قلم. قراراتنا غير مدروسة. الصناعي يخاف، قلت لك لا كهرباء لا غاز، غير البيئة السياسية الغير آمنة. هاي جدا مهمة تجيب الصناعة. هذا سؤالي جناب الدكتور. نعم، هو فشل حكومي لو سياسي؟ كلاهما. احنا عندنا اليوم عندنا فشل بكل شيء. اولا واحدة من المشاكل اللي عندنا اغلبية اصحاب القرار هو اما يعني فاسد، واما لا يدرك شيء، يعني اجلك الله لا يفهم. فلذلك وذول اثنينهم نفس الضرر ان لم يكن اكثر. فمشكلتنا وين؟ مشكلتنا بانه ماكو حلول حقيقية، كلها قاعدة على مكاتبها تكمل دوامة، يستلم راتبة، وبعض المنحرفين اكو طيبين، بعض المنحرفين ياخذ العمولات. انتهى الموضوع. هذا مسبقا هذا لا ينزل هو المسؤول ويمتى. شوف هسه انا اليوم عندي مشاكل مصانع، كون انا مسؤول انزل وين؟ اروح لهاي المصانع، اروح لوزاره الصناعه، لهيئه التصنيع المنحله، لانه تدري ايش قد عندنا اراضي ومصانع باقيه مكب مال نفايات مواقع التصنيع ما علي حتى جاي يسوون، جاي يحولون ينطون المصانع مالتنا ومواقعها، ينطونها استثمار لبناء مجمعات سكنية أو مولات. إحنا الحمد لله والشكر ما عندنا غير مجمعات سكنية ومولات. خور مولات بغداد كل راح يصير، كل 10 مترات كل فرع مول. بينما العلم أنه أنا المفروض أخلي بكل شارع مصنع. صدقني هاي نهروان كنت روح ولا والله تبجي والله في المنطقة وخارج بغداد، وعندنا مساحات وبها بنى تحتية وبها كل شيء بيها وكل موارد بيها. إحنا شتيجي نحتاج حتى شو عندنا نقص؟ إحنا عندنا نقص صانع قرار غيور على بلده، غيور على الصناعة، غيور على الزراعة، غيور على التجارة، غيور على المواطن العراقي. يجب أن ينتمي، من يتحمل المسؤولية يجب أن ينتمي للعراق ولا يفكر بغير العراق. أحسنتم دكتور مهند الاستيضاح. طبعا أثناء حديث دكتور مهند اتطرق على قضية المصانع الميتة، يعني كثير بتروكيماويات والمعامل الأخرى اللي هي كل معامل انتهت تقريبا بنسبة جدا عالية. ما سمعت في اليوم لحد الان يقولون بتركيبات وصل ل 70-80%، مصفى تاجي، الدوره ما تطور، سمعنا مصفى كربلاء بعد ما مصنع كامل. حديد الصلب روح الصناعه، هو اكبر روح الصناعه بشرق الاوسط، روح الصناعه منومينه. ابو السليمانيه كمل مصنع وفتح وقام يصدر لنا مصنع حديد البصره، ما اعرف شنو المشكله. هذه زايره تحدثني بالسنه 96 زاير الحديد والصلب بالبصره، من أرقى المصانع في الشرق الأوسط. مصنع يعني نعم مهول. نعم نعم. متوقف، وذاك اليوم يعني صورة مبكية بصراحة. الآليات باقية القديمة والأتربة، ويعني تكرمون الأزبال موجودة. يعني هاي المصانع يمتى تتحرك؟ يعني هي يحتاج إلى خطوط جديدة طبعاً متطورة، لكن هذا القرار يمتى يكون جناب الأستاذ علي؟ يعني مع العلم عندنا مثل ما تفضل دكتور مهند أرض خصبة، يعني عندك البصرة أول قريبة على الموانئ، وعندكم حتى الصدر حد وصل. فكان هو هاي الدراسة كانت الجدول الاقتصادية من وضع هذه المعامل في أماكن محددة.
انت راح اشوفها استاذ عزيز. قبل ما اجاوبك على سؤالي دا اعقب على كلام الدكتور، احنا بشرفك اذا ما ناكل ايس كريم او عصير نموت من الجوع. لا بالتاكيد، مجرد ان صارت الحرب الروسيه الاوكرانيه عندنا قرارات منع استيراد من ضمنها العصير والايس كريم. راسا قالوا ماكو بعد منع، وطبت الايس بصار قرار المنع. عشرات المعامل او مئات المعامل فتحت في العراق من عصائر وايس كريم، وهي مساله كماليه. زين ليش راسا سويتوا الغاء المنع؟ حجرة القلم هذا اللي يخوف الصناعي العراقي ان يشتغل. شلون راح يقدر هذا يشتغل؟ عنده عمال وعنده قروض وعنده كذا، ما فكر خط انتاج حديد. ليش؟ لانه المستوردين يدقون على هذا الموضوع. واضح هاي المشكله. وعندنا تجربه استاذ العزيز من شركة عبير الاتحاد، كلهم لجنة طيبة كانت على المنع الاستيراد، لجنة رقم 14 أمر الديوان رقم 14 اللي معنية بمنع الاستيراد. ما منعنا أشياء جوهرية اللي مثلا دواء أو كذا وغير منتجب العراق. مثلا الثرمستون، كانوا عندنا 12 معمل ثرمستون بالعراق قاعدين يبكون، يجي المستورد ونص مواصفاته. سوينا المنع وشرطنا عليهم شرطين، اللي بعضهم يتحجج انه يقول الصناعه الوطنيه مو جيده وكذا. لا ابدا، بالعكس، المنتج الوطني بدون اي تحيز هو اضبط من المستورد، لانه عنده مواصفه معمليه بالتقيس والسيطره النوعيه يحاسب عليها. شرطنا عليهم شرطين، ان لا يرفع السعر ولا يقلل بالمواصفه. هذا الانتاج الخاص، هذا قطاع خاص ثرمستون. شوفهم اللي كان عنده واحد بالحله عنده كان ثلاث خطوط مشغل، شغل سبع خطوط، سبع خطوط وده يوزع لكل العراق. عدد العمال مالته 240 موظف وعامل. اذا اني شغلت ناس، لو ما شغلت هذا معمل بسيط في مكانه واحد. فاذا هذه او الناس اللي تقول والله المنتج الوطني مو جيد، لا بالعكس، المنتج اللي يجيك من برا رديء، لانه المواصفات هنا ما تطبق. انطيك مثال بالعراق، الزاهي، وانا دائما اقول هذا الزاهي اكو بماده فعاله يشرط بها لا تقل عن 20%، ده يجينا من تركيا 6% 8% 6.8 هالحوالي. طيب ليش مو انت نفس فاجي على سؤالك استاذي. ايضا حتى العامل، نعم، اللي بالقطاع الخاص يدخل في الضمان الاجتماعي. نعم. طبعا حتى حقوقه محفوظه. نعم. طبعا نعم. هذه وهي الفلسفه تنميه الصناعه. هي كل ما انت زيد شمول للعماله، كل ما ما تقولون ليش عدد المشمولين بعضهم ما يعرفون مشمولين قليلين. طبعا مشمولين قليلين لانه مو هو ما يريد، لانه المعامل واقفه. يعني احكيك استاذ عزيز، انا في الاتحاد 57,000 مشروع صناعي لحد ما طلعت، يجي منها عمره 60,000، 57,000 مشروع صناعي يشتغل من عندهم 10 الى 15% فقط. فنجي على سؤالك استاذي، هاي الصناعات بكل العالم البتروكيميائيه ولا الحديد الصلب، هاي صناعات استراتيجيه مغذيه للصناعات الصغيره والمتوسطه. اذا هذه ما تشتغل، يعني هسه لحد الان ابو البلاستيك يستورد حبيبات من ايران ومن السعوديه. طيب انت ليش ما توفر ليش ما تصنع الماده الاوليه؟ هم شغل عمالك في القطاع العام، وهم قريبه وقريبه، وهم شغل القطاع الخاص. ايران عندهم صناعات حكوميه ويعطوها مدعومه، لذلك المنتج ما يجي رخيص. انت ليش ما تسوي هذه صناعات استراتيجيه؟ انت اذا ما تسوي، اول ما بدوا كوريا الجنوبيه بالصناعات الاستراتيجيه هذه، والعالم معظمه يشتغل على احلال الواردات، كوريا اشتغلت على الصادرات. يعني فكرت شلون تصدر، وسووا العالم. والله انا قريت كتاب عنهم، رئيس وزراهم بعث السسترات الممرضات وعمال المناجم الى المانيا يشتغلون وياخذ قرض بسبب رواتبهم. زين هسه احنا ما هذه ما عندنا، عندنا الامكانيات اعلى من هاي بكثير. احنا عندنا نفط، زين النفط اجى نقمه لو نعمه، والله اجى نقمه، لانه مخدرين عندنا نفط مطي رواتب تعتمد هي وبس، والنفط سلعه سياسيه، نزل النفط رواتب داخل بيها. زين ليش انا ما تعطيني بالقطاع؟ ليش انا مسوي عليها ظلمه من اجل هاي ثروات؟ زين لم شغل المعامل الاستراتيجيه اللي حتى تمكنني تدعمني. انا في اليوم قاعد احد الوزراء بوزاره الصناعه ما اجيب اسم، وقاعد مدير عام لصناعات السيارات، قال له شلون الوضع؟ قال له كل زين. قلت له كل زين، جيبوا لي سياره كامله بس يشدوها، حتى براغيها حتى يشدوها. جيتني في يوم اتحاصنا، قلت له ابي اريد من عندك، لان انا في مضرب بايران، قلت له اريد فايبر جلاس بوكس، فايبر جلاس كهرباء. رحت الى شركه قطاع خاص، لقيت شفت الدشبول مال سمند ودشبول مال بيجو بالمعرض. قلت له شنو هاي؟ قال لي عندي
عقد ويا ايران خضره انه انا اجهزهم. طيب قلت له ليش ما جيتني؟ قلت له يا ابي اريد باك لايت من عندك يا ماكينه مال بلاستيك مجرد اسوي لك باك لايت، ابو فايبر جاس يجهزك، ابو غيره يجهزك حتى على الاقل 20-25 اكون تاج وطني وشغلك معهم قطاع خاص. مو يم استاذي هاي، مو يم هاي راد لها اداره، اداره واراده مثل ما قلنا. والصناعات هاي استراتيجيه اللي لحد العاطله هي شغله اثنين. هسه وزاره الصناعه شنو؟ كل شركاتها خاسره ما عدا شركتين رابحه من ضمن التنميه الصناعيه اللي هي مو شركه منتجه، هي تعتمد على الرسوم على الصناعيين. فاي صناعه راح تصير اذا انت وطبعا ياخذ تريليون قرض، ياخذون تريليون بالسنه قرض للشركات وزاره الصناعه الخاسره، واني لما اخذ قرض تبيض عيوني. شنو هالمعادله هاي؟ يعني تمنحهم تريليون؟ نعم. قرض خاسره، ولكن شو خاسره؟ هي مو منتجه، الرواتب جاي تعطيهم العدلين يعني هو ليش؟ هي العبء. هذا قرار شنو؟ قرار حكومي؟ هذا موظف، راتب موظف وين ودي؟ بعدين تدري ما يقدر يسرحه. زين الموظف انت تدري انت مكان ما تسرحه بتدعي له عمل؟ الموظف انت الموظفين قد كم قبل 2003 كان عندنا بالعراق؟ 850,000 موظف. ليش سويتوا 4-5 مليون موظف؟ اكثر اكثر. ليش؟ لا كان 850,000. اي بس هسه اكثر من 5 مليون. روح 5. وين 850,000؟ وين 5؟ مصر اللي تعدادها وكان انتاجنا قبل 2003 اعلى من انتاجنا. 3 ملايين موظف. طيب انت مهتم بالقطاع العام اللي هو خاسر وعايف القطاع الخاص؟ والله خاف الطيخ، خاف ما يرجع لي فلوس دخله وياه. زين شنو الضمان؟ هسه انا لا اريد اعطي قرض عادي للحكومه، شنو الضمان؟ حبيبي مضمون اول استاذ عزيز سوتها كل العالم. انت اولا انا قلت لهم ما عندي فلوس، لا تعطيني فلوس بيدي. زين افتح لي ار سي للخط الانتاج. وانطيني للبنيه التحتيه اللي موجوده عندي. ارهن المعمل حزه للمصرف. اذا فرضا الان مو انا احط 20% ما سددت اخذ المصنع ايش قد تبيعه؟ مره احد المدراء العامين السابق في المصرف قال اني اجوز كلف مليون دولار بعدين ابيعه ب 800 وسوت فدا ب 800 ايش قد يتلكون؟ 5 زين مو قد بجد اقتصاديه طبعا مدروس. بس نفترض اي فرضيه انت انا حاط لك 20% اذا بعته بناقص 20% انت ما خسران، واذا بعته ناقص 3% قول لي ايش قد يتلكون؟ والهدف الاسمى هو صناعه محليه. الهدف الاستهلاكي شوف بتركيا انت عايز مشروعك يحتاج الى 10 مليون دولار يعطوك 5 مليون دولار بفوائد و5 مليون دولار بدون فوائد بشرط ان تشتري المكان والمواد الاوليه من داخل تركيا. شنو قصده؟ شغل كل تركيا بالموضوع. انت ليش ما تفكر بنظره شامله؟ المصرف نفسك تاخذ الارض، المصرف نفسك اخذ الارض سويها مدينه صناعيه، انت المصرف نفسك انطي قرض الاستاذ علي، الارض لك والقرض من عندك، هو على العمل ويجي مصنع متى ما تلكئ. انت بالنسبه لك المواد عندك والارض مالتك ضمان الارض، انت ما اعطيته بكل انت مؤمن. شوف استاذ دكتور حازم، اكو تقصير وقصور واضح اتجاه القطاع الصناعي سواء كان من المصارف الحكوميه او من المصارف الاهليه. المصارف الاهليه نعرف قضيتها منتهيه، هذه قاعده تطب مزاد العمله تاخذ فلساتها تبيعها انتهى، لا تشارك صناعي ولا تدعم صناعي ولا تشتري مصنع ولا تدخل. قام يستعمل فلوس المبادرة مال البنك المركزي الهم يشغلون الناس هسه ما اريد الخوضه لانه لا هاي احنا نحصل موضوعنا بعلم. نعم استاذ علي، فاحنا وين المشكله؟ انت لا القطاع الخاص جاي تحركه ولا انت القطاع الحكومي او المصارف جاي تدعمني. زين انا شلون اقوم وين 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 شو وتريد من عندي صناعه؟ اذا القضيه ها مثل لعبه الدولار يطل المصارف اي اي بالضبط هاي القضيه. ثاني شغله بعد مالت الدولار، تدري انت المصارف الحكوميه ما تبيع دولار بس الاهلي، بس الاهلي زين هسه نروح احنا وين يا اخي؟ مو المصرف الفلاني ذي الجهه الفلانيه. لا وين اقول انا انت هاي الشركات الخاسره مالت وزاره الصناعه والمصانع المغلقه شوف اسويها مختلط، خلي 51 للدوله و49 اعطي قطاع خاص. انت ضامن ابو القطاع الخاص الروتين عنده اقل راح يشغلك يعني. انت خلصت من عبء الموظفين كلهم واخذت 51 ربح واخذت جبت خطوط الانتاج حكيت عليها. خطوط الانتاج مكلفه جدا ويحتاج يعني اعتقد الوقت داهمنا بس انا اريد اختصر. اكل خطوط الانتاج القديمه اللي الاستاذ علي او المكان القديم ما يخليه يبيعها يطلعها برا. اي ما يقبل خط انتاج يعني انت مالتك الخاصه. انا خط الانتاج القديم ما ثروه اريد ابيعها للهند لمكان. قلنا له نبيعها ونجيب مكانها. لا لا ابيعها وارد اجيب من مكانها ما تفيده. اي او اتفق ويا شركه مثلا قديمه تاخذ تستفاد من عنده وتعطيني خط احدث من عنده تطويري ما يقبلون. فالصناعي بين مطرقه والسندان الله يكون يعني بقى. والله الـ 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 البلد هذا صناعات تحويل التمر الطماطم غير هاي البسيطه
ما عنده ما يريد يتعب. معمل طحين ما عنده، معمل طحين صغر ما عنده. الحكومة حريصة على الشعب العراقي ما يريد تعبه، ودوا خبيش يعني شكرا اقتصادية كذا. احنا اسفين يعني. لا عفوا، شكرا لحضوركم. الاستاذ علي صبيح الساعدي رئيس اتحاد صناعات العراق السابق وايضا نائب رئيس منظمه العمل العربيه سابقا، شكرا لحضورك، شكرا لهذه المعلومات واتحفتنا بامور بصراحه غائبه عنا تماما، وهي اشاره للراي العام وايضا اشاره لاصحاب القرار ان يعوا القادم والقادم اسوء. نحن في مهب الريح كما تفضل الدكتور مهند دائما، الامور الدوليه صارت اقوى من ارادتنا، تسارعت العالم يغلي، الحرب الأوكرانية والمشكلة الأمنية، شنو ضمان مصر حرب أوروبية؟ أحسن علم يعني هذه مشكلة كبيرة. شكرا لك أستاذ علي مرة أخرى، شكرا جزيلا للدكتور مهند العماري خبير اقتصادي، شكرا لحضورك دكتور مهند العماري. مهند العماري عفوا، مهند العماري شكرا لكم دكتور حازم، كنت ممتعا انت وزميلي صراحه، وياي هموم الوطن وهموم الشعب وهموم المواطن صراحه، نشاطر بها ان شاء الله ونتناقش بها عسى وان نصل الى نتيجه نعمل ان شاء الله طبعا انت مولها ان شاء الله. هنالك هناك امل ببعض الشرفاء ان شاء الله اللي الخليه قلبت. احسنتم، شكرا جزيلا للمشاهدين الكرام، تقبلوا تحيات كادر البرنامج وشكرا لمشاهدتكم، وإن شاء الله الأسبوع القادم في تمام الساعة 9 مساء يوم السبت ستكون لنا حلقة أخرى من برنامج بخدمتكم. تقبلت حياتي أنا معدوم مقدم البرنامج حازم الحربي أبو نور، في أمان الله وحفظه.